يعني الروسي سيناريوهات عديده، لعلها اهم اثنين هو وجود صلاح او يعني كصلاح احتياطي كاساسي اكو احتياطي، اكيد محضر بلان اي يعني الخطه الاولى البديع يعني ك ك ك كمنتخب مصري راح يلعب بالاساس منذ البدايه محمد صلاح او يبدا به في الشوط الثاني. التركيز راح يكون ربما على صلاح، عليه لاعب لانه يعرف متاثر بالاصابه، ربما الجاهزيه نتاعو غير مكتمله، اكيد راح تكون عليه رقابه لصيقه جدا، وبالتالي الحد من الخطوره نتاعو هذا هنا المفهوم المسانده من اللاعب اللي ربما يساعد صلاح لما تكون عليه الضغط، اقرب لاعب لصلاح حتى يخفف عليه الضغط، او اذا كان صلاح يعني احتياطي اكيد راح يلعب بنفس الخطه اللي لعب بها مع السعوديه من احسن الفرق اللي ذكرها كابتن زبير، متوازن على الخطوط الثلاثه. قوه الفريق هذا انا نقول في غازينسكي وزوبنين لاعيبه الارتكاز، يسترجعوا الكرة لكن ما يسلموها للخصم، يسترجعوا الكرة يسلموها للاعيبة الأطراف جولوفين وساميدوف، فهمني، ويسلموها لتشيرسييف اللاعب اللي دخل وصار هو مهاجم ثاني، فهمني، ويصبحوا يهاجموا بثلاثة مع رأس الحربة الثابت الصريح سومولوف في الخط الأمامي. فريق من أحسن الفرق اللي يلعب الهجمة المنظمة المركزة، يعني الكرة تطلع على مراحل دفاع وسط هجوم، ولما الكرة تخرج بهذه الطريقة فيها سلاسة تأكد أنها لما دائما تنتهي هجمات نتاعها دائما بسلاسة، وتكون في حلول كثيرة في الخط الأمامي. الحذر الواجب للمنتخب المصري من منطقة الوسط، السيطرة الميدانية تفرض وجودك هنا، الرقابة على مفاتيح اللعب، يعني الضغط على حامل الكرة، تضييق المساحات، كل عوامل هذه تفيد صلاح. ليش؟ لأنه الانشغال راح يكون في هذه المنطقة، بعد ذلك ترمي في الفراغات اللي تواجد فيها صلاح. نعرفه صلاح جيد جدا في الواحد ضد واحد، السرعة متاعه مميز، يعني يتفوق حتى على اثنين لما تعطيه الكرة في مكان مريح، أعطيه الكرة فقط هو يتصرف، يا يكمل ويسجل أو يكمل بالكرة ويعطيك يعني كرات سهلة جدا للعيبة تأتي من خلف مثلا عمرو وردة أو تريزيجي أو أي واحد.